ونسأل الله أن يوفقنا للاستفادة من هذا المؤتمر، وكذلك للاستفادة من أفكار الشيخ القرضاوي، من علوم شيخنا العلامة يوسف القرضاوي، ومن مناهجه وأفكاره. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للأستاذ دكتور عبد السلام نائب مدير الجامعة الإسلامية لهذه الكلمات الطيبة. وانضم ولن أتنازل عن خطبة الفتنة هذه، ما دام هذا هو الفتنة اللهم أحيني من خطباء الفتنة وأمتني منهم واحشرني مع والآن نلتمس من الأستاذ الفاضل الحافظ عبد العظيم العمري لافتتاح هذا المؤتمر الميمون، وهو نائب عميد جامعة دار السلام بأمر عباد، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سعادة مدير الجامعة، أصحاب السعادة العلماء الأفاضل، أيها السادة الحضور، فإن الحديث عن العلم بأهله يحلو ويطيب، فإن فيه جلاء للأفهام، وتنشيطا للأذهان، وتشحيذا للهمم، واقتداء بالعلماء في صبرهم ومثابرتهم، وتذكيرا للناس بجدهم وجهادهم. فالعلماء هم ورثة الأنبياء وأمناء الدين ومصابيح الدجى، بهم يهتدى في أمور العاجلة، وبهم يقتدى في أمور الآخرة. وإن من العلماء البارزين الذين عرفوا بخدماتهم العلمية وجهودهم الدعوية في العقود المتأخرة العلامة يوسف القرضاوي رحمه الله، الذي دعا صيته وطار ذكره حتى عرفه القاصي والداني، واعترف بفضله القريب والبعيد، وقضى نحبه بعدما قدم للأمة الإسلامية خدمات علمية جسيمة وجهود دعوية عظيمة، تلألأ بها اسمه في سماء العلم، وتبوأت خدماته في سجل التاريخ. ومما يجدر بالذكر أنني تشرفت بلقاء الشيخ ومقابلته في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم عام 2010 الموافق عام 1432 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذلك في المؤتمر العالمي الأول عن جهود المملكة العربية السعودية في خدمة قضايا الإسلام والمسلمين. وكان الشيخ يوسف القرضاوي رحمه الله ضيف الشرف في هذا المؤتمر، وكنت أحد الباحثين فيه. وإنني أشكر الجامعة الإسلامية بشان تبرم والمسؤولين عن هذا المؤتمر على إتاحتهم فرصة المشاركة للعبد الفقير في هذا المؤتمر التاريخي، ممثلاً لجامعة دار السلام عمر آباد بجنوب الهند. والله نسأل أن يرحم الفقيد القرضاوي ويجعل ما قده من خدمات في ميزان حسناته، ويتجاوز عن سيئاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم إنني تحدثت عن نشأة الشيخ وحياته العملية، وكذلك المناصب التي تولاها والجوائز التي حازاها، أتجاوز هذه الأمور نظراً لضيق الوقت. فأقول: حياة حافلة بالعطاء، مملوءة بالابتلاء. ولد الشيخ القرضاوي في سبتمبر عام 1926 ميلادي في مصر،
وتوفي في سبتمبر عام 2022 في قطر، فكان عمره رحمه الله 97 عاما قضاها في جهاد علمي وجهود دعوية، فكانت حياته حياة حافلة بالعطاء مملوءة بالابتلاء، فقد أودع بالسجن في مصر في شبابه مرات، وتعرض لأنواع التعذيب والأذى. يقول رحمه الله ذاكرا أيام سجنه: ثم رحلنا إلى السجن الحربي الذي لا يمكن وصفه ولا تصويره بالكلمات والحروف نثرا أو شعرا. لقد عرف الناس من قديم الزمن السجون وما يجري فيها من فنون الأذى وألوان العذاب. سمعنا عن سجن الباستيل في فرنسا، وعن سجون الأكاسرة والقياصرة والفراعنة وغيرهم، لكن السجن الحربي أعطى صورة عن السجن لا نظير لها فيما أعلم. وقد تجمع في هذا السجن الطرائق القديمة للتعذيب والطرائق الحديثة المستوردة من النازية والفاشية والشيوعية التي تفننت في أساليب تعذيب البشر وإذلالهم ومحاولة التأثير على أفكارهم وسلوكهم. كان رحمه الله صادعاً بالحق ومعلناً به، لا يخاف فيه لومة لائم، حتى إنه رحمه الله لم يجامل دولة قطر التي آوته ونصرته في بعض مواقفها السياسية وشدد النكير عليها. مؤلفات الشيخ القرضاوي: من الجوانب التي خدم بها الشيخ القرضاوي دينه وأمته مؤلفاته القيمة التي تعبر عن أفكاره وهمه تجاه أمته، والتي عالج فيها قضايا متعددة تتعلق بواقع الأمة وماضيها ومستقبلها، وهو من المكثرين في التصنيف، فمؤلفاته تجاوزت 70. ومن أبرز مؤلفاته التي عرف بها في العالم الإسلامي كتاب فقه الزكاة، والذي قيل فيه إنه كتاب القرن بالنسبة للقرن الماضي، تحدث فيها عن المسائل القديمة والمستجدة التي تتعلق بالزكاة، تكلم فيها بفقه عميق ورأي صائب. الشيخ القرضاوي فقيها. العالم الإسلامي عرف الشيخ القرضاوي كفقيه بارز من الفقهاء المعاصرين، له اطلاع واسع على كتب الفقهاء المتقدمين، ونظر ثاقب في حاض العالم تفوق على معاصريه باجتهادات كانت من أولياته. وهو من أهل الاجتهاد الذين لم يتقيدوا في فتاويهم بمذهب معين، بل كان يختار في المسائل الفقهية ما ترجح لديه في ضوء ما يسوقه من الأدلة، ورسم لنفسه خطوطاً تتميز بروح التوسط والاعتدال، حيث قال رحمه الله: من خصائص المنهج الذي سرت عليه التزام روح التوسط دائمة والاعتدال بين التفريط والإفراط، بين الذين يريدون أن يتحللوا من عرى الأحكام الثابتة بدعوى مسايرة التطور من المتعبدين بكل جديد، وبين الذين يريدون أن يظل كل ما كان على ما كان من الفتاوى والأقاويل والاعتبارات تقديساً منهم لكل قديم. وهذا التوسط والتيسير الذي اختار رحمه الله لنفسه منهجاً في الفقه وفهم الدين يتجلى بوضوح في فتاويه ومؤلفاته واختياراته الفقهية، وكتابه الحلال والحرام في الإسلام خير شاهد على ذلك. وإن كان بعض ما اختاره في هذا الكتاب وما ذهب إليه فيه محل نقاش بين أهل العلم كما سنبينه خلال الصفحات الآتية. الشيخ القرضاوي خطيباً. كان الشيخ القرضاوي رحمه الله من أشهر خطباء العالم الإسلامي الذين إذا خطبوا وجدوا لندائهم آذاناً صاغية وقلوباً واعية، وكانت خطبه تمتاز بمعالجة قضايا العالم الإسلامي. لقد اعتلى المنبر الشيخ وهو ابن 17 عاماً، فخطب في مسجد آل طه بالمحلة الكبرى في مصر أيام كان طالباً في الأزهر، وذلك خلال المدة عام 1951،
وعام 1954، وبعد سنتين انتقل إلى جامع الزمالك بالقاهرة فخطب بها لمدة عامين، وذلك في عام 1956 وعام 1957. وقد جمعت هذه الخطب التي يلقاها في مصر بعنوان نفحات الجمعة، إلا أن الظروف الأمنية في مصر حالت دون ظهورها على منصة الشهود. ثم إنه رحمه الله لما انتقل إلى قطر عين خطيباً في جامع عمر بن الخطاب بالدوحة، وكانت خطبه في هذا الجامع مشهورة منشورة، ولم يزل يخطب في هذا الجامع سنوات حتى توقفت خطبه لظروف سياسية. الشيخ القرضاوي شاعراً: إن من الجوانب الخفية في شخصية الشيخ القرضاوي التي لا يعرفها كثير من الناس مساهمته في الشعر العربي وإثراؤه للأدب العربي بقريحته الشعرية، فهو من شعراء العصر الحديث تناول في شعره قضايا الأمة والإيمان، وعبر عن عاطفته تجاه المسجد الأقصى وقضايا المسلمين، كما زين شعره بفضائل الأخلاق وجميل الشيم، وله ديوان باسم نفحات ولفحات. ومن قصائده المشهورة قصيدة ملحمة الابتلاء المعروفة بنونية القرضاوي، تحتوي على 300 بيت. مرحبا بالحراب، مرحبا بالسجود، في سبيل الكتاب كل شيء يهون. مرحبا 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 بالسجود، في سبيل الإله كل شيء يهون. مرحبا بالذهاب كل ما يوعدون، إننا لن نهاب كل ما يوعدون. كيف نخشى العذاب ومنانا المنون، كيف نخشى العذاب ومنانا المنون. حسبنا يا شباب أننا مؤمنون، حسبنا يا شباب أننا مؤمنون، أننا مؤمنون. حسبنا يا شباب أننا مؤمنون. مرحبا بالحراب، مرحبا بالسيوف، في سبيل الكتاب كل شيء يهون. مرحبا يا شباب أننا مؤمنون، مرحبا يا الله أكبر. ليوث الكفاح النزال النزال، يا ليوث الكفاح. أحسن الله إليك. يقول السائل: كثر في هذه الأيام من يخرجون في القنوات الفضائية وعندهم فقه التيسير كالمدعو يوسف القرضاوي وأحمد الكبيسي وغيرهم من أهل الضلال، وقد ضللوا ولبسوا على المسلمين في الفتاوى، فتارة يقولون الرافضة إخوان لنا، وتارة يقولون إن اليهود والنصارى عداوتنا معهم اقتصادية إلى غير ذلك، فما هي نصيحتكم يا شيخنا تجاه هؤلاء؟ الحق واضح ولله الحمد، وإن قال فلان وفلان الفضائية أو في غيرها الحق واضح، والعلماء موجودون والحمد لله، فلا يلتبس علينا كلام هؤلاء. هذا إنما يفرح به أهل الأهوى وأهل الشهوات، أما أهل الإيمان فإنهم يستنكرونه من أول ما يسمعونه ولا يلتفتون إليه، فلا عبرة بهذا، الحق واضح ولله الحمد، والدين كامل ولله الحمد، ومحفوظ بحفظ الله لا يغير ولا يبدل. وإن تكلم فلان أو فلان فكلامه يرجع عليه مردود عليه، إنما يفرح به أهل النفاق
أو أهل الشهوات والمغرضون، هؤلاء لا عبرة بهم. وكذلك من أشهر قصائده القصيدة التي استهلها قائلاً: مسلمون مسلمون مسلمون، حيث كان الحق والعدل نكون، نرتضي الموت ونأبى أن نهون، في سبيل الله ما أحلى المنون. اختلاف أهل العلم مع الشيخ القرضاوي في بعض فتاويه ومواقفه. وعندما نتحدث في هذا المؤتمر عن خدمات الشيخ القرضاوي رحمه الله ومآثره، لابد أن ننبه على بعض فتاويه ومواقفه التي خالفه فيها أهل العلم من عصره وشددوا النكير عليه، وهذا نقوله إبراءً للذمة وأداءً للأمانة العلمية. وليس غرضنا من إيراد بعض النماذج من هذا القبيل التنقيص من شأن الشيخ، فلسنا كالذباب الذي لا يعرف الوقوع على الأزهار المعطرة، وإنما يعرف الوقوع على النجاسة فقط. وإنما غرضنا التواصي بالحق الذي أمرنا الله به عز وجل وجعله ديدنة المسلمين قائلاً: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن هذه المواقف فتواه بإباحة نزع الحجاب في المدارس الحكومية للطالبات المسلمات لضرورة التعليم في بلاد فرنسا وغيرها من البلاد الغربية. واستند الشيخ في هذه الفتوى إلى قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، إلا أن هذه الفتوى أحدثت ضجة في الأوساط العلمية، وانتقدها أهل العلم بعدم انطباق القاعدة الفقهية المذكورة على واقع الطالبات المسلمات هناك، لعدم تحقق الضرورة لأجل إمكانية حصول التعليم في النظام الدراسي هناك بالدراسة من البيت، ما يسمى بالإنجليزية هوم سكول. فأين الضرورة هنا؟ ومن مواقفه التي كثر الكلام عنها في الأوساط العلمية ترحمه على بابا الفاتيكان يوحنا بولس الثاني، ودعاؤه له بأن يثيبه الله له على إخلاصه لدينه ونشاطه في نشره. وقد انتشر هذا المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، ولا شك أن بابا الفاتيكان هذا كانت له مواقف سياسية يشكر عليها. نقدم عزاءنا في هذا البابا الذي كان له مواقف تذكر وتشكر له، مواقف الرجل العامة وإخلاصه في نشر دينه ونشاطه، كان مخلصا لدينه وناشطا من أعظم النشطاء في نشر دعوته والإيمان برسالته. لا نستطيع إلا أن ندعو الله تعالى أن يرحمه ويثيبه بقدر ما قدم من خير للإنسانية وما خلف من عمل صالح أو أثر طيب. ونقدم عزاءنا للمسيحيين في أنحاء العالم ولأصدقائنا في روما وأصدقائنا في جمعية سانت ليديو في روما، و نسأل الله أن يعوض الأمة المسيحية. احذروا من فتاوى الإخوان المسلمين، أنصحكم لوجه الله، قالوا لكم قرضاوي احذروا، قرضاوي قرب الدين، يعني يقصد الدين يا أخواننا، احذروا من فتاوى القرضاوي ومن فتاوى غيره، بارك الله فيكم واجتهدوا. لكن إخلاصه لدينه ونشاطه في نشره ليس مما يسوغ لنا مدحه والثناء عليه والدعاء بالرحمة له، فأي رحمة ترجى في الآخرة لمن مات على عقيدة ثالث ثلاثة. ومن هذه المواقف التي كثر النقد عليها موقفه رحمه الله
من رجم الزاني والزانية والذي تبناه نقلاً عن الشيخ محمد أبو زهرة، وذلك بأن الرجم في الزنا شريعة يهودية أقرها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، ثم لما نزلت آية سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ألغت حد الرجم. ولا شك أن هذا لا يتنافى ما ثبت في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. هذا الحد بأن حد الرجم جزء من السبيل الذي وعد الله به في سورة النساء حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فلا نقول إلا ما قيل: لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة، والكمال لله وحده. وفي الخاتمة، إن الحديث عن الشيخ القرضاوي وجهوده ليطول، والموضوع ذو شجون، وما سطره قلمي كتبته في عجالة مع اعترافي بعدم إيفاء الموضوع حقه. فالحياة الحافلة بالعطاء من حقها أن تشكر بالمؤلفات الزخمة ليس بالبحوث فقط. والله أسأل أن يرحم الفقيد القرضاوي ويجعل الجنة مثواه، وأشكركم على حسن استماعكم، وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن في الحقيقة نقوم بدمج الجلستين، الجلسة الافتتاحية والجلسة الأكاديمية الأولى. فقبل أن نبدأ الجلسة الأكاديمية نقوم بتدشين كتاب، والكتاب للأستاذ النوري نوشاد النوري نائب عميد جامعة ديوبانس. يقوم بتدشين هذا الكتاب الأستاذ الفاضل علي باوتي، رئيس اتحاد العلماء بكيرلا ومدير الجامعة الإسلامية سابقا. ويستلم هذا الكتاب الأستاذ الفاضل الحافظ عبد العظيم عمري، فليتفضل مشكورين. والذين في المنصة يقومون بعرض الكتاب ويصوروا معا. والذين في المنصة يقوموا بعرض الكتاب ويصوروا معا إن شاء الله. ونلتمس من الأستاذ الفاضل علي باوتي لإلقاء كلمات، فليتفضل مشكورا. هذا الموضوع أيها الأحبة خاصة في هذه الأزمان أو في هذا الزمن مهم جدا لكثرة المشغبين على الحق وعلى حملة الحق.